النهارده هنتكلم عن البنزيميدازول. اول حاجه نعرفها عن البنزيميدازول انه مركب اروماتيك هيتيروسايكليك كومباوند، وده بيبقى باي سايكل. انا بستخدمه في كتير من الانشطه البيولوجيه كانتي مايكروبيال، انتي فانجال، انتي هيستامينيك، انتي انفلاماتوري اند انتي كانسر، وممكن في كتير في الانشطه التانية. انا بعتبر مشتقاته جزء مهم عشان انا بعمل بيها ديفلوبمنت للموليكيولز اوف فارماسيوتيكال انترست. البنزيميدازول ده بيتكون من فيوجن ما بين البنزين والاميدازول في حلقتين. اكتر جزء مهم وبستخدمه في البنزيميدازول هو الان رايبوزايل دايميثايل بنزيميدازول، وده بستخدمه كاكسيال ليجند للكوبالت في الفيتامين بي 12، وبسبب التشابه الهيكلي مع البيورين نيوكليوباز ومع البنزيميدازول ديريفاتيفز، ده بيعمل صله بيولوجيه للكتير من هيتيروسايكليك بيلدينج بلوكس، وده بيعمل سيلكتيفلي انهيبيشن، ودي بتعمل تثبيت للاندوثيليال سيل جروث وبتثبت تكوين الاوعيه الدمويه في الجسم او في المختبر. البنزيميدازول ده بيشتغل في المثبطات الخلايا الجداريه او البارايتال سيلز عن طريق البروتون بامب. اول ما اعمل استبدال للبنزيميدازول في اتنين بوزيشن بزود بيهم الانتي اوكسيدنت البروبرتيز بتاعته، ان انا بعمل استبدال في الفيرست بوزيشن بالامينو سايكربامايل هيدرازين كربونايل وال 1 2 4 سايازول وال 1 3 4 سايادايازول، وبعمل في السكند بوزيشن استبدال بالفينايل والبارا كلوروفينايل والبارا ميسوكسي فينايل والبايريدينايل رينجز، وبكده انا بظهر الخصائص القويه للانتي اوكسيدنت في البنزيميدازول. ودلوقتي احنا اتكلمنا على البنزيميدازول خصائص عامه، دلوقتي هندرس الانشطه الدوائيه بتاعته او الفارماكولوجيكال اكتيفيتي بتاعته. اول نشاط ليه بيبقى انتي انفلاماتوري، وده اكتشفها سورش، وده عمل تصنيع بالسايوفين انه يرتبط بجزء البنزيميدازول، ووجد العلماء انه بيعمل نشاط كبير كمضاد للالتهابات اول ما عملنا مقارنه بينها وبين الصوديوم ديكلوفيناك قياسي. تاني نشاط انالجيسك او مسكن، ده اكتشفه كابلانسيكلي في 2008، وده بيتكون من مشتقات بايرازولين، واول ما عمل له فحص اتاكد ان هو شغال مسكن قوي. تالت اكتيفيتي انتي كونفولجنت، وده كمضاد للتشنج، وده اكتشفه سينك في 2010، انه عمل سينثيزايز لسيريس اوف 125 تراي سبستيتيوتد بنزيميدازول درايفاتيفز، وده اكتشف انه باطوال السلاسل الامثل ليهم في الموقع الثاني R2 والمجموعه الساحبه الالكترونات وزدرونج في الموضع الخامس R3، تم اظهار نشاط مضاد للتشنجات قوي وصالح للاستخدام. اخر اكتيفيتي معانا انتي السر اكتيفيتي، وده كمضاد للتقرح اكتشفه باتل، وده عمل تصنيع للبنزيميدازول درايفاتيفز وادخل اكتر من سبستيوشن في البنزيميدازول، وتم اختبارها كمضاد للقرحه واعطت نتائج ايجابيه.